يا صباح الخير والسعادة على كل الناس اللي صحي بدري معانا النهاردة. يوم جديد وصباح يوم جديد من نهارك سعيد إن شاء الله. النهاردة هيكون معانا مجموعة مختلفة ومتنوعة من الفقرات، هنقول لكم إيه هي فقرات النهاردة، بس في الأول صباح الخير يا أشرف. صباح الخير سارة، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالأمل والتفاؤل زي كل مرة بطلع على الهواء وبقول نفس الكلام. الحقيقة امبارح كان في احتفالية جميلة جدا حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخصوص تكريم الأمهات، كثير من الأمهات إذا كانوا أمهات شهداء أو كثير من الأمهات اللي عملوا إنجاز في إن هم يدوا لأولادهم ويدوا لمستقبل بلدنا. على فكرة احنا النهاردة اوريدي يعني زي ما كنا من اول الشهر بنحتفل بالمرأة، لانه زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه شهر عام 2017 هو عام المرأة. نعم. وطبعا شهر مارس هو مليء بالاحتفالات، يعني عيد الام المرأة المصرية، اليوم العالمي للمرأة، حاجات كتير قوي. بس الفكرة نعم. عدوا من غير ما يكون في اي نفحات كده، مفيش اي حاجة يعني، مفيش اي هدايا كده لطيفة كده علينا ولا حاجة. اشرف يجي معاه الاستوديو مع هدية حلوة لطيفة، مفيش، ما حصلش. معلش النهاردة الجو حر على فكرة يا جماعة، تكير النهاردة الجو حر قوي. عندنا النهارده فقره خاصه بالامهات وفضل الامهات، ومعانا ضيفتنا النهارده الام المثاليه السيده ناديه سليمان، هتكون في استضافه زميلتي ساره. كمان اولى فقراتنا بتكون فقره الصحافه، بنسرد فيها لحضراتكم سرد سريع لاهم المنشطات والعناوين الصادره صباح اليوم، هيعلق عليها ضيفنا اللي هيكون موجود معانا النهارده في الاستوديو الاستاذ محمد طلعت الهواري، وهو رئيس وحده الانتاج التلفزيوني بجريده المصري اليوم. موقع على السوشيال ميديا، موقع هام جدا للمرأة، كله مرأة مرأة مرأة، يا طول الوقت بقالنا شهر دلوقتي عاملين كل حاجة على المرأة، اسمه فتكات الموقع ده. على فكرة أول مرة على فكرة أنا بالنسبة لي كرجل يعني أوكي. أسمع عنه، لكن هو موقع متميز جدا، فيه كثير من بقاله 9 سنين تقريبا وعدد كبير جدا مشتركين في هذا الموقع. عندنا ضيفتنا النهاردة الأستاذة علا الصباحي المدير التنفيذي لموقع فتكات، وصحر البكري احدى المشاركات في موقع فتكات. هو يعتبر اول موقع نسائي متخصص جدا في كل الملفات والقضايا اللي تخص المراه، وتقريبا بيزوروا حوالي 80 مليون زائر كل شهر، حاجه يعني لا رقم كبير قوي قوي. غيروا بقى واعملوا حاجه زينا كده، انتوا بس طول الوقت عاملين كل حاجه للمراه وهم ما بيعملوش حاجه. طيب هيكون معانا النهارده كمان فقره مع الاستاذه حنان كساب، هي المحامية بالنقد، وهنتكلم معاها في قانون الأحوال الشخصية، فقرة مهمة جدا مع أشرف النهاردة. أنت قلتي على موضوع فقرة الصحافة؟ أنا قلت فقرة الصحافة، بس فاضل فقرة اللواء أحمد عاصم. والله؟ حاصل. طب خلاص، اللواء سيادة اللواء أحمد عاصم هيكون في بيستضيف الأستاذ خالد عبد الهادي، عضو الجمعية المصرية لسلامة تكنولوجيا المرور. النهارده يوم جميل ان شاء الله، خلي بالكم يا جماعه الارصاد الجويه بتقول ان في يعني اعتقد ان النهارده يوم هيكون حافل بالمطر والزوابع والرياح، يعني يوم غريب جدا، خلي بالكم اذا كنتم مسافرين او رايحين في اي مكان. حقيقي يعني انا لما نزلت الصبح لقيت الجو دافي كده، قلت النهارده خلاص بقى هنبدا الموجه تنكسر وتنزل يعني درجاتها هتبدا يعني في الانخفاض، بس يعني اشرف خضني دلوقتي. لا انا نازل النهارده الدنيا بتمطر اساسا، وكمان شويه هيبقى في تراب، وبعدين يطلع الشمس، وبعدين نطلع بعد كده غبار، يعني هتبقى يوم جميل النهارده. والله انا ما اعرفش، احنا عندنا في مونتين ما كانش في اي ظهور لاي مطر او اي حاجه، بس عموما تيك كير. اوكي طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنطلع لفاصل سريع ونبتدي يومنا وفقره الصحافه، استنونا بعد الفاصل.